أقدم حمودة الله وخشبة جهاد وشوبينار المشت نور برنامج ميغان المشت نور في آه حلقة بخلك آه في حلقة درونية مرشد نفسي كوسبيكات في حلقة آه أهلا بكم أعزائي المستمعين والمشاهدين على آه آسي راديو مشتنور في حلقة جديدة من حلقتنا التوعوية الإرشادية آه سيكون آه حلقة اليوم عن مرض الاكتئاب وأهم أسباب التي تؤدي إلى الاكتئاب الفرق بين الاكتئاب والحزن ما هي الأعراض التي تظهر على الشخص في حال الاكتئاب هل هناك أنواع الاكتئاب طرق علاج الاكتئاب آه راح يكون ضيفنا في هذه الحلقه، سنناقش مع ضيفنا في الاستديو آه الاستاذ المرشد النفسي رمضان درويش، اهلا بك استاذ رمضان. اهلا وسهلا فيك استاذ هلا آه هل آه استاذ رمضان نحن في فتره التقلبات الجويه بالاخص اذا بتصير آه دائما اذا بالعاده بتصير تقلبات جويه م. دائما بيكون هناك حاله اكتئاب عند الاشخاص سواء في فصل الخريف وهلا نحن كمان بتقلبات جويه فينا فيك تعرفنا شو هو الاكتئاب. التمام بالبدايه قبل ما راح بلش الحلقه بدي اشكر اذاعه راديو مشتا نور طبعا لدورهم الكبير في نشر خلينا نقول التوعيه النفسيه هني شريك اساسي اكيد صار معنا على اعتبار هني بيمثلوا الاعلام. والشكر موصول كمان لسأل للاخوه اللي عم يستمعونا اليوم موضوعنا كثير شيق هو راح يكون عن الاكتئاب طبعا سالني الاستاذ ياسر عن سؤال ما هو الاكتئاب طبعا قبل ما نبلش انه بالاكتئاب راح اعطي انه الموضوع او مصطلح الاكتئاب هو احد المصطلحات الشائعه كل الناس بيستخدمها لما تكون ردود الفعل خارجه عنده عن السيطره في شيء عم بيهدد الامن النفسي تبعنا بنقول نحن عم نشعر بالاكتئاب او بالاحباط او بالياس او هي التعبيرات اللي نحن بنستخدمه أي شخص بتسأله عن الاكتئاب بالمعنى العام بيعرف لكن م. اليوم بهي الدقائق يعني القليلة رح نتعرف على الاكتئاب بشكل تفصيلي م. طبعا رح نتعرف عليه من خلال تعريف إمتى إيه بتعرف انه انت معك وصلت لحالة اكتئاب بأي نوع انت من الاكتئاب ورح نحكي بشكل مفصل آه بالتعريف الاكتئاب خلينا ناخذه بشكل أكاديمي بيقول هو حالة من الهم والغم والحزن والنكد والشعور بالذنب يصحبها تغيرات وجدانيه انفعاليه بالسلوك كيف يعني تغيرات وجدانيه انفعاليه بالسلوك يعني اي حدث صار بياثر في على السلوك يعني نحن كنا بنستمتع بانشطه حياه يوميه معينه بنفيق الصبح مبسوطين فجاه صار عندي هبوط حاد بالمزاج وما بعرف شو السبب فاكون انا امام مرحلة جديدة ربما هي رح تكون مرحلة الاكتئاب يعني إذا كان حياتنا طبيعية روتين الطبيعي مثل, ما هو، مثل العادة م. ما في أي تغيير ما في معنى أي اكتئاب بس إذا صار تغيير مفاجئ أو حالة بالمزاج فينا نعتبره أنه أحد حالات الاكتئاب طبعا نحن عندنا معايير معينة معايير تشخيصية للاكتئاب آه في هاي المعايير لما هي عبارة عن مقاييس نحن بنستخدم مقياس معين طبعا م. هو المقياس المشهور هاملتون بيك احيانا بنستخدمه احيانا في مقاييس الرسوم والكتابات حسب الشخص اللي بيكون العميل اللي جاي لعنا بنستخدم معه هاي بخلال النتائج مثلا اذا توفر معي كذا عرض فبنكون نحن مثلا بجوز اضطراب مزاجي بيكون اضطراب بجوز هو حزن او بجوز يكون معنا وصل لمرحله الاكتئاب اللي هي المرحله الاصعب هلا دائما عندنا بمجتمعنا دائما الشخص بيختلط بين الاكتئاب والحزن كيف صح. فينا كيف فينا شو الفرق بيناتهم بين الحزن والاكتئاب طيب بهذا الموضوع يعني يعني بده شوية انتباه ننتبه على بعض حتى نفهم شو الفرق بين الحزن والاكتئاب، أنا حزين وأنا مكتئب، الإنسان العادي بيفكرون مثل بعض يعني كيف بدنا نعرف كيف بدنا نعرف الميز. إنه هذا نميز إنه هذا حزن ولا هذا اكتئاب؟ م. فالحزن نبلش خلينا من الحزن، الحزن نتيجة طبيعية لأحداث يومية ضغوطات يومية مثلاً، فقدان شخص عزيز، فقدان وظيفة، فقدان مبلغ مالي، فقدان هاتف، هي كلها نشعر فيها بالحزن لفترات انتبه على على الوقت الزمني لفترات مؤقته نشعر م. بالحزن لكن المده الزمنيه مؤقته محدده بيكون م. المده محدده لكن في حاليه الاستمراريه الاستمرار العميق بالحزن بعد ما يصير عندي استمرار عميق بالحزن فنحن بنكون امام مشكله جديده ربما راح ندخل في مرحله الاكتئاب طبعا هاي المرحله العميقه المستمره أصحابها تغيرات سلوكيه وانفعاليه نشوف الشخص بلش ينطوي عن العالم بلش يغلق على حاله باب الغرفة هبوط حاد في المزاج ضعف في التركيز يبلش شوي شوي يدخل هو بعالم الاكتئاب <متصفيق> يعني حسب ما فهمت منك دائماً الاكتئاب هو حاله مستمره فتره زمنيه فترة طويله هي, أيوة هي اطول هي هي اما الحزن هو لفترات قصيره مؤقتة. وفينا مؤقت حاله مؤقته ندخل فيها ونطلع منها بس اذا استمر الحزن كمان بيتحول لاكتئاب طبعا هو مقدم الحزن والقلق والتوتر كله مقدمه للاكتئاب <applause> يكاد يكون الاكتئاب احد اصعب الامراض النفسيه اللي هو حاليا مرض العصر <تصفيق> <تصفيق> هلا شو هي الاسباب اللي بتؤدي للاكتئاب طيب نحن الاسباب متنوعه وكثيرة هلا بدي اقول معلومه بجوز الكل ما في حدا خرج يمنع حاله من الاكتئاب ليش لانه الاسباب بتتنوع بجوز انت محصن نفسيا قوي لكن بجوز الاسباب الاجتماعيه اقوى منك فتدخل بحاله اكتئاب رح نحكي بالتفصيل فهناك مضادات للاكتئاب طبعا انت بتكون مريض مكتئب حتى تاخذ مضادات اكتئاب لكن الاكتئاب اي انسان فينا الفرص متساويه للاصابه بالاكتئاب لكن في اسباب بتكون عند اشخاص مهيئين اكثر لتقبل هي الاكتئاب في اشخاص بيكون عندهم التحصين النفسي والحياه الاجتماعيه والروتين اليومي اقوى طيب نحن مثلا بدنا نقول شو هي اسباب الاكتئاب اول شيء خلينا نبلش ناخذ وجهه نظر الطب النفسي الاطباء النفسيين بيشوفوا انه سبب الاكتئاب الرئيسي هو عندهم في عندنا بالدماغ شيء اسمه خلايا دماغيه وبيناتهم مشابك عصبيه هي المشابك العصبيه في عنا هرمون اسمه السيروتونين الهرمون هذا بس صار فيه هبوط طبعا معروف لما يصير عندك اكتئاب عاطفي موسمي بيكون عندي هبوط بهذا الهرمون فالاطباء النفسيين بشكل عام بيعتمدوا على انه هو هبوط في هرمون السيروتونين فبالتالي بيعطوا مضادات اكتئاب وظيفه هاي المضادات ترفع هذا الهرمون حتى الشخص يشعر بالسعاده لانه هذا الهرمون بيرتبط بحسب الاعتقاد بالسعاده طبعا نحن من وجهه النظر النفسيه الثانيه اللي هي بنشتغل عليها الدعم النفسي او العلاج النفسي ناخذ وجهه نظر اخرى بنشوف مثلا انه العوامل النفسيه تلعب دور اكبر من انه يكون عندنا هبوط بالهرمون السيروتونين او غيره مثلا تعرض الشخص للاعتداء ذكريات آه الطفوله القاسيه تحرشات الجنسيه اللي بتصير آه صدمه صدمه مفاجئه بدون دعم اجتماعي آه بتشوف انه فتره آه الشخص بينهار بيدخل بحاله اكتئاب قد تكون طبعا الاكتئاب له عده انواع اذا دخل باقصى حاله من حالات الاكتئاب قد تؤدي للانتحار لانه 70% من هي كمعلومه 70% من الحالات اللي بتنتحر بيكون سبقها اكتئاب هلا دائما فينا نقول انه فقدان شخص الحوادث او الحرائق في هدول كمان فينا نعتبرهم من الاسباب اللي يؤدوا الاكتئاب اكيد من الاسباب الاجتماعيه النفسيه اللي راح نكمل فيها انه هي اللي حكيت عنها انت الامراض السرطان حالات الكلى الامراض الحرق الاعاقات المزمنه هي كلها بتؤدي لدخول بحاله اكتئاب ان لم يتوفر لها الدعم النفسي المتخصص للعلاج طيب في عنا عوامل وراثيه طبعا كثير ناس لما بتجي لعنا على المراكز دعم لما يقولوا في عوامل وراثيه بيقول نحن يعني شلون وراثيه الوراثه المقصوده بهالكلام ليست الوراثات الجينيه ليست وراثات جينيه اما وراثه نحن بنسميها وراثه بيئيه مكتسبه البيت اللي بيسوده جو من التشاحن والشكوى واللوم والنقد والزم هذا البيت اكثر عرضه لانه يكون مورس للافراد الجدد اللي راح يطلعوا على المجتمع انه يكون معهم اكتئاب او كآبة طبعا هي كويرة ان نحن نقول العوامل الوراثية كيف اثرت هاي العوامل اول شيء ساوت عند الطفل اول شيء روح انهزامية طبعا البيت فيه شكوى ولوم وحالات طلاق وهي البيئة مهيئة م. روح انهزامية بعد الروح الانهزامية اعتمادية على الغير طبعا حتى نحن بننبه على الامهات انه الطفل ما تقضي عنه كل حاجاته بعطيه مسؤوليات بحمله بخليه يعني انه يتحمل جزء من المسؤوليه طبعا بناء الثقه بالنفس شيء ضروري طبعا بعض الامهات حتى بيجهلوا بهالشيء هذا بيجي من المدرسه هو مسؤول عن شنتايته مسؤول عن اقلامه وعن دفاتره وترتيب غرفته الكاس اللي شرب فيها يعني شوي شوي بلش حمل الطفل مسؤوليات الاخ الاكبر بحمله مسؤوليه اكبر الاصغر كل واحد حسب المسؤول. هذا الشيء على الرغم البساطه راح يتعلم الطفل يوم بعد يوم بناء الثقه بالنفس لذلك تجد الاشخاص المنتحرين هن اضعف الاشخاص اللي موجودين بالمجتمع نفسيا، لانه هو في حاله لانه الشخص المكتئب هو شخص اعلن الحداد بس ما حدد زمن ووقت لانهاء هذا الحداد، فبتشوف هدول الاشخاص اللي عم يوصلوا لمرحله الاكتئاب وما بعد الانتحار هن لو ترجع للتاريخ القصه المرضيه تجد انه هن الاشخاص اضعف الاشخاص اللي هربوا من الواقع ما عاد يحسنوا يواجهوا الواقع فصار عنده شيء بعلم النفس نحن بنسميه فراغ وجودي مم. الفراغ الوجودي انه انا ليش عايش وهي الحياه ما بتستحق المعيشه فلذلك شوي شوي بتشوف انه هو ما عاد يشعر بطعم للحياه الوان الحياه صارت عنده باهته إيه كل شيء عنده صار شؤم ولونس فالفراغ الوجودي هذا بيوصلنا لمرحله نحن بنسميها مرحله عدميه هلأ الفراغ الوجودي بيجوز اذا بنطلع بالمجتمع في 30 40% من الناس بيقولوا عنها الفراغ الوجودي <applause> جرب امسك اي شخص بالشارع واساله انت ليش عايش؟ بجوز يعني بيتفاجئ بالسؤال فلك لك الشعب عم تحكي معني ليش عايش؟ طيب هذا السؤال نحن نعتمد عليه سؤال اساسي لانه استراتيجيات الحياه هي مبنيه على اساس الاهداف اللي انت حاطها بالمجتمع اللي انت عم تبنيها وتحطها بالمجتمع، فلذلك معظم الاشخاص المراجعين لنا في عيادات الدعم النفسي نسالهم هذا السؤال، بنشوف نحن هدول الاشخاص شو اهدافك انت؟ بس حسيت انه في عنده فراغ وجودي مباشرة بنسأل ما عنده أهداف بالحياة ايه عندك صار عندك أفكار انتحارية فكرت شي يوم تنتحر ايه فمن هذا ال... طبعا ما بدي أفوت على الانتحار لكن الاكتئاب هو المرحلة ما قبل الانتحار فلذلك نحن مشان ننبه لخطورة موضوع الاكتئاب يعني نحن لما نشوف شخص منزوي منطوي ما نتركه لحاله فورا مشان نقدم له نحن الدعم اللازم. يعني بحياتنا اليوميه كل فكرنا انه مصطلح الاكتئاب هو مصطلح عادي دائما ونحن مكتئبين لا تقرب علينا طلع الاكتئاب مرحله خطيره الاكتئاب <applause> خطيره جدا من الامراض النفسيه هلا أه فينا نعتبر انه التقليد او تقمص أه سلوك العائله او اللي اكبر منك بالبيت يعني العائله فينا نعتبره تقمص او التقليد كمان جزء من الوراثه مثلا في طبيعه لمجتمعات او في ناس بنعرفهم بيكون الاب او الوالد او الوالده دائما بحاله انعزال او اكتئاب يا هل ترى فينا نعتبر انه تقليد الاطفال لهالاشخاص كمان بيعتبر انه هالعائله كلها تصير من نوعا ما من المكتئبين؟ طيب انت عم تجرني لسؤال انه الاهالي والاباء ينتبهوا على تصرفاتهم قدام اطفالهم كيف عم بتصير لانه هني عم يطلعوا عليهم. هلا من بدايه الولاده حتى عمر 12 سنه نحن بنسميه سن التقليد او سن التقمص. مه. لسن لعمر 12 سنه. مه. من 12 لعمر 18 سنه بنسميه سن الاستقلاليه. مه. هي ببلش الطفل او الشخص المراهق يبحث عن تكوين شخصيته الهوي... شخصيته والاستقلاليه م. من 18 او ال 20 لحد 28 هي بتصير سن القيم هون بتبلش تتشكل القيم عند الاشخاص القيم اللي, اللي بتضل ثابته عند الفرد وما بتتغير العمر كله بصير التغيير فيه بيصير 3% بالمية. يعني معظم حياتنا هي صايرة ما دون 30 م. أول فترة هي تقليد فالطفل لما عم بيشوف الأب مثلا دائم الشكوى دائم اللوم مكتئب حزين بنسكر على حاله الباب ما بيطلع كثير ما بيطلع ما كتير اجتماعي, اجتماعي والطفل عم ينظر عم مشان هيك هذا العمر تقمص فالطفل معظم سلوكياته بيكتسبها بهالعمر طيب التغييرات السلوكيه اللي راح تصير بعد 12 اذا كان في عندي سلوك سلبي عم عم بياثر علينا انه التغيير عم بيكون عندنا صعب جدا عم بنبلش ببناء خطة فردية وخطة علاجية وكل يوم عم نقيم السلوك مرة ثانية ونتائج السلوك الجديد وحتى نغير السلوك السلبي اللي كان مكتسب من قبل الأب <applause> فلذلك نوجه رسالة للأباء أنه كل سلوك تعملوه في البيت أي حركة تعملوه في البيت الأطفال عم يشوفوكم يعني لما تقول للطفل خل... طيب نعطي مثال البيت اللي يسود فيه الكذب الأطفال بيطلعوا من هالنوع الأطفال. يعني في احتمال آه، يعني في احتمال طبعا عم يتقمص هو النسبة من نسبة نسبة ال... كبيرة م. البيت اللي فيه الصدق والامانة وهيك الاطفال رح يكونوا صادقين وامنين اكيد يعني لانه هن معظم هلا المكتسبات من بس طلع على الجو الاجتماعي بال بعد ال 12 وبلش هو يمكن يتغير ويمكن لا يتغير بيجي مجموعة جديدة اسمها مجموعة الاقران يبلش م. يكتسب منهم م. وشوي شوي بتنسقل هي الخبرات وبصير بعدي عندي بالعشرينات القيم <applause> بيصير بيعرف القيم اللي بيعيش مشانا يمكن شتت افكارك شتت يعني كنت اسباب, <applause> أسباب الوراثيه طيب. العوامل الوراثيه والاسباب الوراثيه هي كان من ضمن اللي حكيناه قبل شوي ما في شيء كان برات الموضوع بس انه من ضمن الموضوع في السبب الرابع والاخير اللي هو فلسفه الشخص الذاتيه <applause> طبعا نحن نتيجه الخبرات اللي بنمر فيها بيصير عندنا فلسفه للحياه فبالشخص بيقولوا عنه غضبي وفي شخص بيقولوا عنه عصبي وفي شخص بيقولوا عنه مزاجي وفي شخص بيقولوا عنه انبساطي وفي شخص عنه طبعا بتتنوع الشخصيات ببلش عند التنوع فالشخص هو وفلسفته فالشخص ال... اللي عنده حساسية زائدة انعدام الجدوى ما عنده اتصال مثمر مع الواقع كل هاي الحاجات اللي بتصير عند الشخص تأقلم مع التأقلم صعب مع البيئة تأقلم مع الظروف مع الاجتماعية مع هذا الشخص فلسفته <applause> الفلسفه تبع هذا الشخص هي اكثر الشخص تبعه معرض للاكتئاب اكثر من غيره <applause> فالشخص اللي يكون اجتماعي بتلاحظ انه فرص الاكتئاب حتى تنال منه تكون صعبه جدا لانه <applause> هو الاجتماعي مقدار ما كان الشخص اجتماعي ومحتك بالمجتمع اكثر لذلك بس بلشت علامات انه عندك شخص عم ينطوي على ذاته بلش يبحث عن الاسباب لانه صار مؤشرات خطيره انه هذا انطوى لحاله معناتها صار عم بيفكر افكار ثانيه طيب هل هناك أه يعني الاسباب او انواع للاكتئاب انواع طبعا في انواع الاكتئاب في انواع للاكتئاب ولا انواع عديده حسب المنظومات اللي بيستخدمها كل شخص طبعا في جمعيه الطب النفسي الامريكيه في جمعيات ثانيه في جمعيه سويسريه بيصنفوا الاكتئاب طيب راح ناخذ تصنيفات راح نبلش من الاعلى وبعدين ننزل اكثر اكتئاب هو راح يكون الاكتئاب السريري او يسموه الاكتئاب الحاد الاكتئاب السريري اجى معناه اسمه سريري كون انه الشخص ما عاد يحسن ينزل من الفرشه مم. وصل لمرحله إيه؟ لمرحله انه ما عاد فيه يتحرك مم. لمرحله انه صار يشوف غسيل الكاس صعب عليه انه يصب من يعمل ابريق شاي صار صعب جدا عليه هذا الاكتئاب السريري مزمن هذا احد اخطر انواع الاكتئابات اللي بيجي بعده لا سمح الله هو مرحله انعدام الوجود وهي اللي انتحار مم. طبعا هذا الشخص لما يكون هذا اصعب انواع الاكتئاب تحت منه مثلا اذا جينا مثلا خلينا ناخذ اكتئاب نحن بنسميه اكتئاب معتدل في عندي عده اعراض معينه رئيسيه هبوط بالمزاج فقدان الاراده مع اعراض اضافيه مثلا فقدان الشهيه اضطرابات في النوم بنحدد كذا أعراض نحن مع عرضي الرئيسيات بيكون عندي اكتئاب معتدل في اكتئاب بسيط او اكتئاب نحن بنسمي هذا ما بنخاف منه كثير لكن هو عم ببلش يكبر الاكتئاب كيف بيصير الاكتئاب بيصير أول ما ببلش إنه شيء بسيط عادي مم. شوي شوي يبلش يكبر معك نظرتك أفكارك تبلش تتغير بيصير يتغذى على الأفكار والمعلومات اللي عندك إنه أنت ليش طالع أنت لوين لو رايح إيه طيب أنت بدك تروح تلعب طيب شو الفايدة شوي شوي يبلش ياخذ منك الاكتئاب لبين ما يعزلك عن العالم مم. شايف يبلش صغير وبعدين بالنهاية بيعزلك عن العالم هون المشكلة إنه بس بلشت تجيك هاي الأفكار طبعا بس بلشت تبلش الأفكار راجع استشاري مختص سواء كان نفسي ابحث عن دعم اجتماعي تدعيم عاطفي أشوف النواقص اللي عندك ليش عم يصير معك هيك أحسن ما أنه لا سمح الله بتنعزل عن المجتمع وبالتالي حتى فرصة أنه الشخص تاني يحكي معك تصير صعبة هلا اي شخص هلا مستمعينا او اي شخص دائما بيجي على باله كيف فينا نشعر انه شو هن اعراض الاكتئاب اللي بتظهر علينا لنعرف انه نحن مكتئبين صح عندي عده اعراض للاكتئاب طبعا انا بفضل ما احكي انه بقول اعراض جسديه واعراض نفسيه في ناس بتفصل هيك اعراض جسديه بتقول لك اعراض نفسيه واعراض اجتماعيه انا بحب احكي فيهم كلهم مع بعض اعراض نفسيه اجتماعيه جسديه طبعا هي لانه كله بالنهايه الجسد والمجتمع كله واحد يعني الشيء اللي بتاخذه المؤثرات الخارجيه عم تاثر على الجسد والشيء اللي عم يصير بالجسد عم ياثر على الخارج كله متصل ببعضه <applause> اول شيء خلينا نبلش انه بيكون في تشاؤم بيكون في <applause> حزن في استعداد للبكاء آه بيكون شعور بانعدام الجدوى للذات والموضوع طبعا ما بحب احكي بالمصطلحات الفلسفيه كيف يعني انعدام الجدوى للذات والموضوع يعني هو بيشوف انه لا هو جدير انه بيعيش الحياه ولا الحياه هي جديره انه تنعاش اصلا <applause> هي الذات هو هو نفسه هو <applause> ما عاد جدير بالحياه والموضوع هي الحياه ما عاد انه الحياه هي انه الواحد <applause> بيعيش مشان هاي انعدام شو اسمه طبعا بيصير عندي اوهام تتركز حول مكانته الوضيعه يعني بيشوف انه مكانته وضيعة بالمجتمع عدميه حياته هو وافراد اسرته بيكون بجوز يكون من اسره ما مرموقة اجتماعيا بيبلش تتراود عنده هاي كمان الافكار طبعا هذا السبب بيكون اجتماعي العرض طبعا في اضطرابات في النوم اضطرابات بالاكل نقص التركيز نقص في الطاقه مجموعه اعراض يعني متعدده جدا بلشت تظهر عند الشخص آه الشيء الاساسي كمان حتى الطاقه الجنسيه عنده بتتاثر لكل الطرفين طبعا الطاقه الجنسيه عند المكتئبين تاخذ مرحله انه انخفاض مستمر مستمر حتى انه ببلش انه يتالم من هذا الموضوع اصلا ما ببلش انه يكون مصدر سعاده يكون عندي في اضطرابات بالتركيز والعمليات الفكريه العليا يعني لا بيكون عنده ملاحظه واسعه ما بيكون عنده تركيز عالي تبلش الانحصار الافكار عنده بمجال معين واللي هو سوداويه الحياه وعدميه الحياه وببلش شوي شوي ينطوي على حاله وبيغلق على حاله الباب وما بيحب يحتك بالمجتمع اصلا. هدول هن اهم اعراض هدول اهم الاعراض بالنسبه هم. للمكتئب. هلا دائما في طرق وقائيه للاكتئاب ولا مباشره لعلاج طيب هلا بالنسبه لل فينا نقي حالنا من الاكتئاب؟ هلا الاكتئاب انه كتحمي حالك منه كمرض مرض مستحيل انه لانه الاسباب بتتنوع بجوز الاسباب تكون اجتماعيه بجوز الاسباب بتكون داخليه نحن ما بنعرف بكره شو بده يصير معنا مشان هيك نحن بس لكن اتباع نمط حياه ثابت واتباع نمط صح طعام صحي هذا كفيل جدا انه مثلا اذا كانوا مثلا كاطباء نفسيين بيقولوا انه هرمون السيروتينين بينزل فانتباع نظام حياه صحي بالنسبه للطعام هذا ضروري فواكه الزيوت طبعا زيت الزيتون الاسماك هذول كلها بتخليك انت بمرحله انه ما بتكتئب لذلك بتشوف اللي بيعملوا عمليات ريجيم هذول بيكونوا عرضه للاكتئاب يعني هلا هلا بمجتمعنا بخاصة بها ايه الظروف الاقتصادية ايه لا في سمك ولا في فواكه صار يعني معارضين للاكتئاب نحن معناته نحن مكتئبين من الظروف ما أنا مكتئبين من الطعام حاليا فبتشوف انه الاشخاص اللي بيعملوا ريجيمات كمان بينخفض عندهم مستوى السكر مستوى السيروتونين كله هذا بتشوفهم دائما محبطين تعبانين جسد تعبان مشان هيك النمط الصحي ضروري كمان في عندنا النمط الرياضي الرياضة اليومية طبعا بتفرغ كل الشحنات الانفعاليه اللي موجوده عندك بتخليك محتك مع المجتمع اكثر تلعب طابق كل يوم رياضه الجري اي رياضه بتتبعها بالبيت هي كلها بتحرك الدوره الدمويه شوي شوي بتشوف انه هذا النمط الصحي ما بقول لك انه ما بتتعرض للاكتئاب لكن 90% ما راح يتمكن منك الاكتئاب كمان يعني اهم طرق العلاجيه للاكتئاب في فينا نعالج خاصه انت ذكرت انواع من الاكتئاب الاكتئاب الحاد او السريري م. في معالج فينا نعالج الاشخاص المكتئبين طيب يعني العلاج يكون نفسي ام تدخل طبي يعني طيب راح نحكي باثنين هلا الاطباء اول ما بلشوا بصناعه العقاقير تبع رفع هرمون السيروتونين بلشت العمليه من عام 1950 بعدين شوي شوي طبيب سويسري بعام 1956 شاف عنده دواء فرط حساسيه عم بيخلي الواحد يبتهج مم. فاجر بلشت الدراسات من الخمسين ونحن جايين حتى توصلوا لمرحله انه انه هرمون السيروتونين عند هبوطه عم بيسبب عندي حاله هبوط مزاج مم. فصاروا بيخترعوا عقاقير طبعا وصلوا بعام 1990 اخترعوا الهر المضادات الاكتئاب بشكل رسمي لكن لاحظوا شغله كمان هني انه بعد اخذ هالمضادات الاكتئاب والشخص ما عاد فيه تركة لانه بيتعرض لانتكاسات فصاروا بيخلطوا ما بين العلاج الطبي اللي هو مضادات اكتئاب وعلاج طيب النفسي التدعيمي فصاروا اجباري بدهم علاج نفسي للاشخاص تغيير وجه... طبعا مع البلعات اللي بياخذوها صار الطبي. تدخل نفسي كمان عن طريق جلسات م. طبعا العلاج الطبي لحاله ما كافي لانه مضادات الاكتئاب آه هي بترفع مستوى هرمون معين م. تمام وبالاخير يعني بس افتقد هاي ال... بلش انه الدواء آه يفقد مفعوله الجسم بيرجع بينتكس وبيرجع للاكتئاب نوع من الادمان <applause> يعني طبعا لكن بدنا نحكي عن علاج نفسي تدعيمي هلا الاستشاره النفسيه وفهم اسباب الاكتئاب وعلاج هاي الاسباب وانه معظم الاشخاص عم يتعرضوا لهالمشكله هي مو بس دائما انه الشخص اللي بيجي لعندك كله مو بس انت اللي عم تتعرض لهالشيء في بالمجتمع كثير من هذا حتى ما يحس حاله انه هو الوحيد اللي عم يتعرض لهالشيء طبعا الاستشاره النفسيه بتكون عن طريق كشف مصادر الدعم للشخص آه بعدين بنضع خطه علاجيه معينه تقسيم خطوات العمل وضع الحلول المقترحه يعني حتى غسيل الثياب مثلا بدل ما يكون خطوه واحده بنخليه عشر خطوات مره بنجمع الغسيل ومره بنغسل حتى نبلش نحرك الجسم حتى يرتفع معي كمان حركه الدوره الدمويه حتى يتم العلاج طبعا في علاج اجتماعي بيئي طبعا هي العلاج البيئي الاجتماعي طبعا لحالات اللي بتكون شوي حاده وقريبه من الشخص المسبب يعني كان عندي حاله من حالة من حالات الطلاق مواصلة لدرجة اكتئاب حاد فكانت النصيحة انه هي من اهلها انه تغير البيئة وبس رجعت على البيئة بعد ست شهور رجعت انتكست مرة ثانية واكتئبت طبعا هي تخلصت من المكان ومن الزمان لكن هي الطاقة السلبية اللي موجودة عندها ظلت الروابط بالبيت اللي كانت عايشة فيه طبعا خضعت لعدة جلسات طبعا خلال ست جلسات الحمد لله رب العالمين تخلصت من المشكلة طبعا هي كان عندها أفكار من نوع انتحاري إيه طف مباشرة دخلنا على المستوى العلاج المعرفي السلوكي وبلشنا نناقش الأفكار السلبية وناخذ كل شيء بموضوعية ونناقش الأفكار طبعا هي رح را أنت راح تخسري حياتك مين الخاسر الأكبر بشوي شوي بلشنا ليش قلنا ليش ما نقلب المعادلة ونخلي الزوج اللي طلق هو الخاسر كيف وبلشنا شوي شوي من هالنقطة هاي انطلقنا انه انت ترجعي توقفي من جديد تبني حياتك من جديد احسن من هاي الافكار السلبية اللي راح تنهي فيها حياتك ويطلع عليك انه هو خسرك بدل ما هو الخسران بدل ما تكوني انت الخسران شوي شوي اشتغلنا على العلاج السلوكي المعرفي ودغدغة المشاعر حتى شوي تحسنت حالتها يوم بعد يوم بعد فترة صارت تتردد من شهر للثاني تقول انا ما تخيلت انه يصير عندي مستوى ثقة بالنفس لهالدرجة والحمد لله رب العالمين عايشه حياتها وتزوجت من جديد مره ثانيه. هلا ذكرنا بدي اسال سؤال خاص هالمره، هلا دائما المرشدين النفسيين في تواصلهم او مجتمع اللي بيتواصلوا معهم، يعني اكثريه الدوام من الصبح للساعة 3 أو 4 انتم مع حالات اللي بتعاني من مشاكل. صح ما بتتاثروا وما بتكتئبوا من هالموضوع؟ هلا بالبداية بدايات العمل اول ما بلشنا نشتغل كنا بنتاثر بنتعاطف، طبعا التعاطف شيء ضروري لكن له حدود. ودائما العميل لما بيجي لعنا بنتعاطف معه وبنعطيه الاهميه شوي, شوي 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 تبلش نحن مهمتنا هو جذب العميل وبعدين وضع خطه علاجيه لانهاء حاله الحزن عنده مو وسيلتنا نحن انه نواسيه وبنعيش معه الحاله لا ابدا نحن وسيلتنا نكون اقوى مشان هو يقتدي انه كل الناس عم تتعرض لهالمشاكل المشكله اللي عم تعيشها انت كثير عالم عاشتها وكثير عالم تجاوزتها يعني المقصد من السؤال هلا كل يوم عشرات الحالات بتمر عليكم صح. وعشرات المشاكل صح وانت عم تعيش بهيك جو صح في برنامج محدد لتتخلص من تتبعوا او لتتخلصوا من هالمشاكل اللي بتتعرضوا لها او هالحاله اللي عم تعيشوها طبعا نحن كل شهر بناخذ اجازه معينه لمده يوم يومين بنغلق فيها الهاتف ما بنستقبل اي اتصالات او اي شيء بناخذ بعدين نحن لانه الاحتراق الوظيفي صعب بيصير يعني عم كل يوم عم تسمع المشاكل سلبيه سلبيه لانه كل افكار عم تيجي سلبيه وانت عم تعارض هالافكار وترجع تناقش فيها مره ثانيه مو مره يعني مهنه عمل هي وطبيعي لازم في مؤهلات للمرشد النفسي لازم يكون متحمل للضغوط ضغوط الحياه لازم يكون عنده سريه امانه لازم هالشغلات هاي تكون متوفره فيه وبعدين مثل ما حكينا كل فترة بناخد إجازة لمدة يوم يومين بنطلع بنريح بننسى الأفكار هاي وبنرجع من جديد على الشغل مرة تانية كأنه متجددين من أول وجديد <applause> طلعنا من الموضوع السؤال كان خاص بس لاحظت أنه دايما بالمشاكل أو الأسباب التي تؤدي إلى الى الاكتئاب الوسط اللي بتعيش فيه دائما بيأثر اذا اه كان الوسط العائلي سواء او الوسط الاجتماعي اللي انت عايش فيه صح اكترية الاشخاص اللي تتواصل معهم اللي بيسببوا او يساعدوا انه تكون شخص مكتئب او يكون شخص اه اه سعيد بحياتك صح ولذلك انا انصح باستمرار باستمرار الاشخاص اللي بيجوا لعنا انه خالط الناس الايجابيين، خالط الاشخاص التفاؤليين، ما تحتك بالاشخاص السلبيين ابدا لانه هي في شيء نحن بنسميه بعلم النفس هاله، هي الهاله اللي عندي بتوصل لهون والهاله اللي عندك اذا انت كنت سعيد الهاله تبعك انا باخذ منها، واذا كنت انت دائما متشائم انا الهال... اليوم بيقلب عندي يصير سوداوي، العقل الباطن عندي بيتحرك، ببلش ياخذ افكارك، رغم انه انا بجوز المواضيع بس انت صرت تحكي بتشاؤم سلبيه مباشرة العقل الباطن بيصير يبرمج وبيعطيني هي الافكار بيطلع على وشي من اول وجديد وبصير انا فعلا انسان بعد فتره من الاحتكاك مثلا مع الشخص السلبي متشائم مثله مكتئب مثله بشوف تصير لا اراديا عم تتقمص حاته لانه العقل الباطن عم ياخذ صحيح انت بجوز بالعقل الواقعي هلا ما عم تاخذ لكن العقل الباطني عم عم يستوعب عم ياخذ <applause> هي الافكار كلمة أخيرة أستاذ رمضان حول موضوع الاكتئاب أو الأشخاص اللي يتعرضوا لهيك نوع اكتئاب بسيط أو يساعدوا أشخاص يمكن معرضين للاكتئاب طيب بالنسبة للاكتئاب بدي خبر بس أنه في 300 مليون مكتئب حول العالم حسب إحصائية منظمة الصحة العالمية فمو أنت الشخص الوحيد اللي عم تتعرض للضغوط والاكتئاب فأي آه، انعزال عندك بالمجتمع فقدان بهجة الحياة اليومية الأشياء اللي كنت تستمتع فيها بلشت تفقد بريقة عندك بلشت آه ما بتستمتع بالأشياء اليومية اللي كل يوم كنت عم تستمتع فيها بنصحك بنصح كل شخص عم يتعرض لهيك ضغوط أنه بيراجع استشارة نفسية طبعا المراكز حاليا نحن الحمد لله أربعين من صارت هون في مراكز في مشتى النور بكوباني في بصرين في بالقناية في بخانيك يعني وحتى الأرقام صارت مطروحة كمان الاستشارات ارقامنا م. موجوده عندكم كمان واللي نحن من الساعه 8 للساعه 3 كمان عم نستقبل استشارات حتى عن طريق الهاتف. حياه مستاهله يكون واحد يعيش فيها سعيد. <applause> طبعا كل كل يوم رب العالمين يعطيك كل يوم جديد 24 ساعه، اليوم فيه رزق جديد، فيه امل جديد، فيه طموح جديد، بنصح الناس ما تيأس من اول مره، طبعا دائما كل ما صحيت انت الصبح انا بقول للعملاء تبعي لما تصحى الصبح بتقول الحمد لله 40 انه انا فقط قال ليش قلت له 24 ساعه جديده في رزق جديد في امل جديد ربما شيء تغير بحياتك دائما الانسان ما يفقد الامل اصلا اذا الحياه ما فيها مشاكل مرات الضغوطات ما ألا متعه يعني طبعا التحديات <applause> هي اللي بتعطي الحياه متعتها <applause> واسال كل انسان ناجح عن ظروف والمتاعب اللي مر فيها وبتشوف انت كيف انه هي اللي اعطت الحياه بهجتها ومتعتها مشكور كثير استاذ رمضان درويش المرشد النفسي شكرا. وكمان هو بداوي مركز صرين على ما اعتقد ايه. تابع لهيئه له الصحه صح. في اقليم الفرات هو كمان مرشد نفسي وفيكم هيك نعمل دعايه كمان فيكم تتواصلوا معهم اذا حدا معرض لشيء موقف يمكن يتواصلوا معهم عبر أكيد. الارقام ارقام مختصه ارقام, أرقام, أرقام بروشورات وكل شيء كمان المركز موجود وصرين في تنور ومراكز منتشره بكافه تل غزال كمان فيها مركز مشكور مشكور كثير اعزائي المشاهدين هنا نصل الى نهايه حلقتنا اليوم الحلقه الارشاديه على امل اللقاء بكم في حلقات قادمه ونستودعكم الان وشكرا جزيلا